الشهر الثاني من هذه الحرب، دعني أبدأ معك من الأهداف العسكرية التي حققتها إسرائيل حتى الآن في قطاع غزة. طبعا هذه العملية العسكرية من أول ما سمعنا أن الهدف بتاعها هو القضاء على حماس، لم نرى لا قضاء على حماس ولا حتى تعرض لحماس بأي عمل عسكري مؤثر. فشل عسكري ذريع، كل ما تجيده أو يجيده الجيش الإسرائيلي هو القصف أو القذف عن بعد باستخدام القوات الجوية، باستخدام الصواريخ من البر، باستخدام صواريخ من البحر. هذا ما يجيده الجيش الإسرائيلي حتى الآن. ليس هناك أي مواجهة ناجحة من جانبه في مواجهة مقاتلة المقاومة، سواء كانت حماس أو الجهاد الإسلامي أو أي فصيل من الفصائل. كل ما يجيده الجيش الإسرائيلي هو الضرب عن بعد، لا يجيد لا اقتحام ولا يجيد قتال بالمواجهة ولا يجيد أي قتال على الأرض. واللي بقوله الكلام ده هذا ما يثبته الموقف حتى الآن. يعني الضغط اللي هم بيعملوه والتصريح اللي جاي رئيس الوزراء النهاردة، وكل همهم ان لا مفيش وقود هيدخل، مفيش معونات، مفيش كل الكلام ده بيضغط على مين؟ على الخاصرة الرخوة، على السكان المدنيين، قتل الأطفال، قتل النساء، قتل المسنين. هو ده اللي بيجيده الجيش الإسرائيلي. أما ماذا يفعل على الأرض؟ هو عملية الاقتحام أو الاجتياح اللي بيتكلم عنها، هو بدأ عندها يمكن من يوم الجمعة، بقاله أكتر من أسبوعين هون بدأ فعلا منه بيحرك القوات البرية. بس في التكتيكات بتاعته أنه هو بيدفع مفارز من القوى الرئيسية لعملية جس النبض، عملية استطلاع بقوة. لو نجحت طبقا للمدارس اللي احنا نعرفها كلنا في عمليات القتال أو الاستطلاع بقوة، لو نجح كان كمل. لكن دليل أنه هو ما بيكملش وكل المفارز اللي بيدفع بيها بتفشل وترجع تاني، بل انها بتقع في كمائن المقاومة وتتعرض لخسائر كبيرة. كل ده بيدل على الفشل. يعني هو قراره ان هو يجتاح وخده بقاله اسبوعين وبيحاول، لكن بيفشل فيه كل مرة، مش برضاه لكن مضطر بعد الخسائر اللي بيتعرض ليها، ولا يجيد اي عملية اقتحام او اي قتال متلاحم او حتى مواجهة بينه وبين قوات برية. بل بالعكس بنجد ان المقاومة بتوجه اليه عمليات نوعية خلف خطوطه، بتضربه بصواريخ في عمق المدن بتاعته. لم ينجح، فشل عسكري يلاحقه فشل سياسي. هل هذا بسبب عدم وجود ربما يعني معلومات استخباراتية قادرة على مساعدة إسرائيل في تحقيق هذا الهدف وهو قضاء حماس؟ وهل أصلا هدف قضاء على حماس أمر يعني يمكن فعلا حدوثه؟ طبعا يعني عملية ان مفيش معلومات ده حقيقي نتيجة هذا الفشل. يعني اي قرار بيعتمد على المعلومات، بقدر صحة المعلومات بقدر صحة القرار، وبقدر اكتمال المعلومات بقدر اكتمال القرار، بيبقى القرار ناقص او كامل. فكل قراراتهم بيورطوا نفسهم وبيقعوا في كمائن، بيتدمروا، بيحدث ليهم خسائر كبيرة. فاذا المعلومات لا، في فشل في المعلومات، بدليل ان ما سمعناش ان هم تعرضوا حتى عثروا على فتحة نفق، والا كان زمان التلفزيون صور وزمان عمالين يعملوا عليها افلام. لكن كونهم فاشلين حتى الان ان هم يتعرفوا او يصلوا الى فتحة نفق، وهم لو وجدوا فتحة نفق هيضخوا فيها، ده الكلام هم اللي قالوه، هيضخوا فيها الغازات السامة مباشرة، هيضربوها بالقنابل الزلزالية. لو تحدثنا عن اعلان وزير الدفاع الاسرائيلي يواف جالانت ان القوات باتت في وسط مدينة غزة وتنفذ عمليات في داخلها، عسكريا وجغرافيا ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للقطاع، وما الذي نتوقعه بعد هذه الخطوة؟ طب يعني عمل ايه؟ تواجد في وسط القطاع في اماكن ليس فيها مقاومه، يعني هو رايح في اماكن خاليه فواصل، لكنه لم يجرؤ على انه يواجه اي قوات، وهم بيسحبوه، بيحاولوا فعلا قوات المقاومه بتسحبه الى مناطق قتل، فهو بيقف على مشارف مناطق القتل.
كل اللي بيعمله انه بيمشي دبابات تطلق نيران كثيفة في كل الاتجاهات، يمشي قدامها بلدوزرات تفتح له طريق عشان بيتخيل ان هو ده اللي هيأمنه. هو لا يستطيع الا ان يطلق نيران بكثافة مئات بل الاف الاطنان. نعم. من الذخائر بيطلقها امامه. هذا نتيجة الجبن، نتيجة عدم الفاعلية في إطلاق. نعم. نيران منشنة، عدم وجود معلومات لديه عن العدو اللي هو بيقاتله، فموجود. نعم. في نص غزة، موجود في أطرافها. سؤالي ماذا فعل؟ الأخير لضيق الوقت، يعني أعتذر على المقاطعة مجددا، لكن ليس لدينا المزيد من الوقت. وباختصار لو سمحت، نتنياهو قال أن إسرائيل ستتولى لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة في قطاع غزة بعد الحرب، بينما وزير الدفاع الإسرائيلي كرر أن هذا لن يحصل. ماذا نفهم من تصريح نتنياهو، ولماذا يعارضه يواف جالانت؟ مفيش شك ان القرار في النهاية قرار سياسي، في النهاية هو قرار نتنياهو، ده هو رئيس الحكومة، والقوة العسكرية الهدف العسكري بيبقى لخدمة هدف سياسي. فربما يعني من التصريح طبعا هو يأمل نتنياهو ان هو اللي يسيطر على القطاع، لا يتركه لأحد، يعني هيتركه على الأقل لحد ما ينفذ باقي الأهداف بتاعته. أهداف إسرائيل في قطاع غزة واضحة تماما، كونه بيبيد السكان بالمنظر ده، لا هم عايزين هيقتطعوا أماكن من القطاع بلا شك. عشان يعملوا هذا الكلام هيديروا هم القطاع لفترة من الفترات، هيقعدوا طبعا عملية فحص وبحث عن كل ما يشكون فيه ان هو مقاوم، لن يساعدوا الغزاويون بحيث ان هم يعيدوا بناء ما تهدم. كل ده فعلا ده قرار سياسي. كون جالنت او وزير الدفاع بيقول تصريح غير كده، ممكن بكرة ما نلاقوهوش موجود، وخاصة ان هو وزير فاشل لم يستطع ان يحقق الهدف العسكري. كل. نعم. اللي بيعمله دلوقتي اي حد ما عندوش فكرة عن الحرب ممكن يعمله. طيب، كنت معنا من القاهرة اللواء دكتور نصر سالم الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه المعلومات.